جنة، وانت ثانوية عامة وثانوية عامة وكاراتيه وما شاء الله محققة ميداليات كبيرة، مبروك البطولة الأفريقية. استعديتي ازاي واحساسك ايه والوقوف على المنصات المتكرر ده، وما شاء الله بنتكلم في اول افريقيا، بيكون احساسك ايه مع حصد هذه الجوائز؟ طبعا المعسكرات زي ما طه قال بالظبط، وبتبقى صعبة طبعا، 3 تمارين في اليوم وحاجات كتير يعني، بس الحمد لله احساسي ان انا لما جبت اول عالم واول افريقيا وحاجات غيرها بقى كان كويس يعني، ما كنتش مصدقه، والحمد لله ان انا كسبت. وكسبت كان ماتشاتي صعبه قوي في بطوله العالم، بس انا كنت اعلى منهم خصومك يعني. كانت صعبه يعني. كنت اعلى منهم نفسيا وبدنيا، وحتى كنا متمرنين كويس قوي، فكنت الحمد لله ربنا كرمني باول عالم واول افريقيا وغيرهم الحمد لله. احنا بنتفرج على الصور وبنشوف فيديوهات من البطوله. ده الفاينل بتاع العالم، كسبته 8-0، و نتيجة كبيرة ما شاء الله. ما كنتش متوقعة أصلا، كنت بره بقول إن أنا هجيب نقطة وكده وأحاول أحافظ طول الماتش، فلقيتها فتحت معايا 8-0، قلت الحمد لله وخلصت قبل التايم بتاعه، فكويس قوي يعني. شايفة يعني لو في نقاط كده أسباب إن أنت تحققي نتيجة قياسية زي دي أنت نفسك ما كنتيش متخيلاها، إيه هي الأسباب؟ بركة دعاء الوالدين. ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بنتي. يا رب، ربنا يخليكي.